صباح الخير على كل مشاهدينا اللي بيشوفونا النهاردة في حلقة جديدة من برنامج صباحك عندنا. حلقتنا النهاردة هتكون مختلفة ومتميزة، وكمان هتكون بتخص كل البنات، وخصوصا المقبلين على الجواز والبنات اللي في الجامعة. هيكون معانا النهاردة الميك اب ارتست سارة حجازي. بنرحب بيكي. صباح الخير عليكي. طبعا سارة، انا اعرفك بعيدا عن البرنامج يعني، فانت حد جميل جدا، وطبعا انت هتكوني منورانا النهارده وهتدي نصايح كتير للبنات، سواء كانوا اللي في جامعه او البنات المقبلين على الجواز لاختيار الميك اب ارتست الصحيحه، صح كده؟ طبعا كمان هيكون منورنا النهارده ندى، منورانا موديل القمر. صباح الخير عليكي. ساره، في البدايه عاوزاكي تكلميني عن بدايتك، انت بداتي من قد ايه في مجال الميك اب؟ انا بدات بقالي 12 سنه بس كميك اب ارتست، وتخصصت فيه من 4 سنين بالظبط، والحمد لله حققت نجحت فيه يعني. بداتي بقى ازاي، ومين اللي كان، مين اللي دعمك؟ هو من البدايه انا كنت بحب الميك اب اصلا، هوايه عندي. بعد كده ربنا يخليه جوزي بقى، يعني هو كان سندي وهو اللي كان بيشجعني، يعني مرمطاه معايا في كل مكان. ربنا يخليكم لبعض طبعا. انا عاوزه اعرف انت النهارده هتقدمي لنا ايه على موديل ندى. انا كان نفسي اعمل لوك عروسه بصراحه، يعني لوك جريء، بس طبعا ده هيرجع لرسمه العين بتاعه الموديل، لان كل شكل عين وله يعني ايه تكنيك في الميك اب وكده، فاحنا هنشوف هنشتغل الوان ايه مع بعض، ويا رب يعجبكم. طيب واحنا شغالين طبعا، احنا خدنا فقره ان احنا نشتغل على الموديل على طول علشان الوقت، هنشتغل ان شاء الله. واحنا شغالين بقى هنتكلم، فنبدا بقى مع بعض. انت قلتي هتعملي لنا لوك ايه النهارده، اتفضلي. تمام. طبعا هتعملي لوك ايه النهارده؟ احنا الاول هنشتغل نعمل ننضف حوالين الحاجب كده، وهنعمل حاجه ايه، عرايسي شويه. عرايسي. تمام، بس ان شاء الله هيكون لون يعني الوان هاديه وبسيطه. طيب بالنسبه بقى للالوان كده واحنا شغالين يا ساره، عاوز اعرف منك في الوان الميك اب عموما، في الوان للموضه ولا لا؟ لا بصي، ولا ملوش علاقة انا ما بالموضة بحبش أصلاً. في الميك اب بالذات حاجه اسمها موضه، انا بحب ان العيون اللي قدامي عايزه ايه، يعني هي مثلا بتحب الفواتح. تمام. هي عيونها بتحب الفواتح، فما ينفعش يكون واحده عيونها بتحب الفواتح وانا اروح احط لها غامق، وما ينفعش يكون عندها جحوز في عينيها وعندها عيب في عينيها واروح انا احط لها حاجه برضو تبين العيب اللي فيه. انا المفروض امشي على حسب رسمه العين اللي انا شغاله يعني عليها. تقصدي انت ده تكنيك شغلك، ولا انت مش معترفه هو اصلا ان في حاجه اسمها اصلا؟ المفروض كل واحد موضة. يمشي، انا ما ينفعش يكون ما يعني عندهاش ممكن مساحه. تقصدي ان ممكن الموضه دي ما تمشيش عليا؟ لا ما كنتش، مفيش حاجه اسمها موضه. الميك اب ما فيهوش موضه، هو في مثلا ان انا ممكن اختار حاجه تقيله، حاجه خفيفه، لا بس مثلا الوان يعني جه جريئه. فتره اللون الكشميري والوان النود دي عموما يعني ولحد لسه طالع النهارده قريب، لسه بيطلب مني كتير قوي الكشميرات، وال بيقول لك عايزين حاجات هاديه، يعني انا بقالي فتره الكل بيطلب مني حاجات هاديه خالص يعني. تمام. طيب بصي بقى يا ساره، عاوزين نسال كده سؤال واحنا شغالين. هي طبعا عموما ندى شكلها سنها سن جامعه، تمام؟ تمام. فنتكلم بقى بعيدا عن الميك اب اللي انت هتعمليه النهارده، وان هو لوك هيبقى شويه مدي على سواري زي ما قلتي، او عرايسي شويه، فعاوزاكي تتكلمي بقى عن الميك اب اللي بنستخدمه لبنات الجامعه او الخروج الصباحي عموما. طبعا ميك اب الجامعه غير خالص ميك اب العروسه. تمام. لان انا ممكن استخدم بس برايمر لبشرتي او مرطب لبشرتي، واشتغل عادي خالص مورد خدود اللي هو التندع مثلا، او زبده كاكاو، حاجه بسيطه جدا لبنات الجامعه، متبقاش ماشيه عامله فاونديشن وبودر وايلاينر. ما فيش. طيب انا كان معايا كذا ميك اب ارتست، وطبعا الموضوع ده اختلف، بيختلف عموما من كل ميك اب ارتست للتانيه. تمام. ان الايلاينر الصبح لا، هل ده صح ولا لا؟ برضو مش قصه برضو الصبح لا، انا ارجع لرسمه العين، كانت بتحب اللاينر ولا لا؟ ما في بنات ما عندهاش مساحه، فما ينفعش استخدم لها لاينر. لكن وهو عامة برضه يعني الصبح ده بيكون حاجة يعني احنا بنبقى عايزين يعني حاجة هادية، وتكون مريحة للعين. يا ريت تكون حاجة هادية جدا يعني. طيب عرفيني بقى كمان، احنا كده قلنا لبنات الجامعة ان احنا نستخدم عموما الألوان الهادية، ونستخدم حاجات بسيطة، الحاجات البسيطة اللي ما تظهرش في ما تظهرش انها اوفر. تمام، قولي لي كده الأول نمشي نشوف احنا عملنا ايه. انا دلوقتي نضفت تحت الحاجب بس لسه ما رسمتوش. تمام. وحطيت كونسيلر وثبته بباودر، ودلوقتي شغاله. لو ممكن نشتغل في العين الثانيه على الجفن، ده الجفن الثابت بشتغل عليه، بوزع عليه. انا ممكن على فكره اعمل لوك بمجرد ما انا عملت
على الجبن الثابت بس، مش شرط احط على الجبن المتحرك كمان. يعني انا لو عايزه حاجه هاديه قوي مش شرط ان انا اعمل درجتين في العين، انا ممكن اعمل درجه واحده مع الرموش خلاص، انا كده عملت لوك هادي جدا وبسيط وما يضايقش حد حتى لو بالنهار. يعني لو حد عايز يعمل ميك اب بالنهار ممكن يعمل كده. بس طيب قولي لي بقى يا ساره، هو بالنسبه للشادو احنا بنستخدمه عموما في الخروج الطبيعي؟ يعني انا مثلا واحده من الناس انا مش بحب الاي شادو خالص، فهل ده لازم استخدمه في خروجي الطبيعي لا اليومي مش شرط، ولا مش شرط؟ لا 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 مش شرط، هو لو في مناسبة لازم تحطي شادو. اوكي المناسبه ده اوكي عارفين ده، لكن الخروج العادي او الطبيعي لازم ولا مش لا لا لازم؟ مش لازم، انا زي ما قلت لك حاجات بسيطة خالص. يعني انا عملت ما عملتش رسمة عين، انا ما عملتش، انا كل حطيته على الجبن المتحرك بس. يعني ممكن اجيب فعلا اي هو هادي باليت جدا. عندي واستخدم منها درجة هادية وخلاص، انا يعني حددت شكل العين، انا مش محتاجة ان انا ارسم بقى واركب رموش وكده. ممكن اعمل لوك خفيف جدا بدون لينسز بدون رموش، حاجات هاديه، حاجات مش ملفته للنظر وكل الناس يحبوها. يعني فعلا هو اللون واضح ان هو هادي جدا. طب انا عاوزاكي بقى عايزه انت اقولك على حاجه بقى يا رشا، معلش قولي. انا من الناس اللي بتحب تشتغل بصوابعها كتير، يعني انا ما احنا بعتمدش هنتكلم على في الفرش. النقطة دي، نتكلم في النقطة دي بس قبل ما اروح لها. امبارح واحنا بنتكلم او بنتكلم عن اللوك اللي هتعمليه وكده، فانت قلتي لي جملة غريبة جدا، انا عايزة هشوف صورة الموديل عشان ادرس وشها. ايه موضوع دراسة الوش ده؟ زي ما قلت لك في البدايه ان انا كل شكل وش وله ملامح معينه، كل رسمه عين وليها شكل رسمه برضو محدد، المفروض ان انا اخلي بالي واعرف اختار، لان في ناس بتقع في اخطاء كبيره قوي. لا بس برافو، عجبني الكلمة اللي انت مجهزة لشغلك لازم وهتشوفي. لازم اشوف عشان ابقى محضره عارفه انا برافو. هشتغل على ايه وابقى عارفه انا هعمل ايه. وعلى فكره كمان ممكن تجي لي واحده بتكره الشادو زي كده وتكون عندها عقده، مثلا راحت في خطوبتها في مكان بالظبط، ما وبوظوها هو ومش انا عارفه ايه كريته من عقدة ان هو اتحطلي بالظبط. بشكل فانا مش بحاول لطيف انا اقنعها هتحببيها فيه او تقنعيها بيه. ونتكلم مع بعض ونشوف طب انت بتحبي درجات ايه. طب حتى بحاول اتكلم معاها وافهمها ان كل حاجه ولها شكل واحنا هنعمل مع بعض، ولو ما عجبكيش هنشيل. فالحمد لله الكل بيتفاجأ باللي انا بعمله، بيبقوا فرحانين ومبسوطين ان هم عملوا حاجه ترضيهم بعد ما كانوا نفسيتهم تعبانه منها. حلو جدا، انا عجبني، يعني انا عجبني اللون، يعني مريح للنظر زي ما قلتي. ولسه مش هيكمل الا بعد ما نخلص ونركب الرموش لا بس برافو، حلو والبيز. جدا. انا برضو من الشخصيات اللي بحب اشتغل عيوني الاول عشان زي ما انت شايفه كده بيقع الشادو وكده، فعشان اعرف انضف واشتغل البيز بتاع الوش على نظافه. يعني طيب قبل بقى ما نطلع نطلع من سؤال البنات الجامعه والميك اب الجامعه واللوك الصباحي للخروج اليومي، في سؤال تاني جالنا، بس قبل ما نروح للسؤال ده عاوز اسالك في حاجه. قلت لي دلوقتي ان البنات الصبح هم رايحين الجامعه ممكن يحطوا البرايمر، صح كده؟ طيب ومرطبات هو للبشره البرايمر المفروض يتحط بشكل يومي ولا لا؟ لو انا بخرج كل يوم يعني هو البرايمر ده مش ليه اضرار المفروض؟ بيحافظ. لا بصي، ما انا الماتيريال اللي انا بشتغل بيها يا رشا، تمام. الماتيريال ما انا ممكن اروح اجيب حاجه تدمر لي بشرتي، فلازم اكون عارفه انا نوع بشرتي ايه عشان اجيب لها الحاجه اللي هتمشي معاها ما ضرهاش. ما انت فاهماني طيب بصي، اختياره بما ده انك قلتي يعني صح عندك حق فعلا، بالنسبه للبراند اللي بستخدمه او الحاجه اللي بستخدمها، هل هي اوريجينال ولا هي كوبي ولا هي، عاوزاكي انت برضو بتحسيها، تكلمينا في بتحسي ان بشرتك بتتنفس. عاوزاكي تكلميني في النقطه دي بما انك بقى خبيره تجميل وعارفه. قولي لي ايه الحاجات اللي المفروض ان انا استخدمها اوريجينال لبشرتي عشان ما تضرهاش، وايه الحاجات اللي ممكن استخدمها كوبي عادي؟ بصي يا المرطبات لازم يعني استخدم حاجات كويسه اوريجينال. اوريجينال تمام، اي مرطب ماشي، بس في مرطبات تبقى حاجات كده يعني سعرها على قد الايد واحنا بنكون يعني مش شايفينها مش واخدين بالنا بيها، بس ما بحسش بقيمتها غير لما بجربها مره واثنين وثلاثه، بحس ان هي ممكن تغنيني عن مرطب ممكن يكلفني 200 300 جنيه مثلا، صح. وحاجه سهله وبسيطه جدا. زي ما قلت لك برده ان في ماتيريال كوبي، والله العظيم انا اتفاجئت منها، انا جربتها لكذا عروسه اتفاجئت منها بجد من انت قلتي نتيجتها. لي ده كوبي ازاي يديني التغطيه العاليه، ازاي يعمل معايا شغل زي كده. فبرضو ده الميك اب الارتست الشاطره هي اللي تقدر تعمل من اي حاجه شغل كويس. يعني انا ممكن اعمل لك ميك اب بثلاث ادوات بس، فكل ما انت بتبسطي على نفسك وبتكوني فاهمه انت بتعرفي تعملي ايه. يعني في فرش مثلا بستخدمها كذا استخدام، في ناس مخصصاها لا الفرشه دي ما ينفعش غير دمج بس، صح بالظبط. في لا انا ممكن فرش استخدمها للفونديشن وفي فرشة انا بستخدمها اي للكونتور استخدام. زي ما قلت لك انا بحب اشتغل بصابعي كتير،
بحب اشغل ايديا كتير يعني، انا مش هل فعلا بعتمد على زي ما الكرش. بنسمع ان الشغل بالصابع، ان انت تشتغلي بصوابعك وبايديكي، هل يعمل تغطية كويسة وان انت تتحكمي فيها انت عن الفرشة بصي فعلا ولا لا؟ البشره بيبان عليها ان كانت امتصت الحاجه او اديتك اللي انت عايزاه او لا. هو انا دي حاسة ان بشرتها برونزر شوية، ولا انت حاطة حاجة؟ لا هو في برونزر نزل على عينيها من اه الشادو. اوكي اه فبس هي كويسه، بشرتها حلوه، بشرتها مريحه هي زي القمر وهتظهر في الملامح بجد. اكتر. ما شاء دلوقتي الله احنا عليك. هنعمل خطوه تانية اللي هي تصحيح العيوب. تصحيح العيوب، كلمينا بقى عن تصحيح العيوب وانت يعني شغالة تصحيح كده. العيوب ده شوشو عباره عن ايه؟ في ناس عندها هالات سودة، وبالذات البنات بقى اللي هم لسه شابات، استخدامهم للموبايل 24 استخدام الموبايل ساعه، صاع كتير طول الليل، وللسهر وقلة النوم ومفيش غذاء، كلنا. والحمد لله والشكر لله. فانا بشتغل في مصححات طبعا الوانها مثلا زي اورنج، وده للسواد اللي تحت العين، والمصححات اللي هي الاخضر لاي حبايه لونها احمر مثلا. طب احنا لا لو هنعمل، لو انا بحب هنعمل اشتغل هنحط على بحاجه ندى. تانية خالص غير اي حد، ده كونسيلر بس اغمق درجه من درجه البشره. تمام. يعني بص، هتعملي بيه ايه بقى؟ بطبطب بايدي كده في المكان بس اللي هو محتاج يدارة. يعني هي بشرتها كلها كويسه، بس هو تحت العين وهالات خفيفه تتعالج، يعني مش حاجه مخيفه اخاف منها. تمام. فده كونسيلر اغمق درجه من درجه البشره بتاعتها، ده بدل الكوريكتور اللي هو الاورنج، صح الاورنج. كده؟ ايوه بالظبط. تمام. فانا حطيتها على الاماكن اللي انا محتاجه لها وبس. طبعا احنا عملنا ترطيب للبشره. تمام. كلمينا بقى عن حتة الترطيب دي، عشان حتة الترطيب دي يعني، واحنا على فكرة خدي بالك معانا 2 دقيقة على ختام الفقرة، فعاوزين احنا ننجز. الجو شتاء ولازم الترطيب ده يكون يعني اساسي، تمام يعني مش شرط اكون هعمل ميك اب، لا تمام ماشي مؤاخذه. احنا عشان ده الوقت بتاعنا. فاونديشن تمام ودرجته افتح من لون بشرتها درجه واحده، دي بقى تمام عروسه عاوزين بقى نوضح كده ماشي، يعني، عشان هي لو نوضح للبنات بقى ازاي انت هنحط الفونديشن وهنفرده ازاي ممكن تفرديه بفرشة لو تمام. انت عندك حرفية. وممكن تفرديه بالسبونج اللي هي البيوتي بيوتي بلندر. بلندر. تمام. هي ما شاء الله بشرتها حلوة، وبالفونديشن يعني ايه معايا مريح وبتفرد بسهولة. ومع الترطيب برضو بيساعد، صح كده؟ طبعا طبعا. بس تمام. البشرة يا رشا، انا لما بيجيلي عروسة ما بقولهاش في عروسة حلوة عروسة وحشة، بقول بشرة حلوة وبشرة وحشة. يعني في بشرة تحس ان انتي ماشية مريحة جميلة بتديك الافكت اللي انت عايزاه، وفي بشرات بتبقي عايزة تنجزي وتخلصيها، واول ما تخلصيها تقولي اشهد ان لا اله الا الله. بيحصل معايا مواقف زي كده كتير. برافو. احنا كده بنحط الفونديشن وعملنا، احنا كده عاوزين قدامنا 1 دقيقة هنكون لحقنا فردنا الفونديشن كويس. ان شاء الله. طيب واحنا شغالين كده، ادي نصايح بقى للبنات كده وانتي شغالة. يا ريت بلاش السهر كتير وبلاش الموبايل الكتير، ونشرب ميه كتير في اليوم. اقل حاجه نشربها 2 لتر في اليوم، ده اقل شيء، لان الميه هي الحياه طبعا. واللي بشرتها تعباها، اللي عندها مشكله في شعرها، اللي عندها اي مشاكل، الميه والخضار الكتير طبعا. ويبطلوا بقى الاكل المسليات، ويبطلوا اكل الحاجات اللي هي بتبقى تيجي من بره يا رشا، الاكل اللي بره، الحاجات دي كلها اصلا بتاثر على شعرنا، وبتاثر على بتاثر على الشعر، وبتاثر على البشره جامد جامد جامد. تمام. فالبنات كده تصحصح شويه. وبنات كمان يا جماعة، عاوزين نتكلم مع البنات يا سارة اللي هم في السن الصغير. احنا كده يعتبر فقرتنا خلصت، فقرتنا كده خلصت يا سارة. كده احنا يعتبر خلصنا الفونديشن والعيون، ايوه صح كده؟ احنا المفروض هنتابع ان اللوك احنا طبعا بقى يا جماعة. احنا اللوك هتدخلوا تشوفوه على على البيج ان شاء الله، البيج بتاعت سارة اللي ظهرت قدامكم على الشاشة، وبيج البرنامج كمان. سارة ممكن اشكرك بقى، حبيبتي اشكرك ونخلص بعد انا سعيدة اني الفقرة. كنت معاكي شكرا النهارده ليكي، والله. بشكرك جدا. حبيبتي شكرا يا ندى، نورتونا النهارده، وان شاء الله نشوفكم في حلقات جايه كتير. ان شاء ميرسي الله ليكو ان شاء الله. مشاهدينا، انتظرونا الاسبوع القادم وحلقه جديده من برنامج صباحك عندنا.